السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، تقدر تعمل الشخصية اللي انت عايزها من خلال تكست تو او ال 3D، ويبدأ ان هو يكون موجود معاك، ويبقى حتى اوجمانتد رياليتي يعني من خلال الموبايل تبدأ تشوفه كأنه عايش معاك في قلب الأوضة بتاعتك، وكمان ممكن تضيف عليه فويس شات بحيث ان هو يبدأ ان هو يتكلم معاك ويتعايش معاك والحاجات دي كلها. تقدر تعمل شخصية زي كده، تمام. ممكن تعمل حاجات educational، ودي من خلال الموبايل تقدر تشوفها كأنها موجودة معاك في الفصل بتاعك. تقدر اعمل لك حاجات 3D، ممكن انت ده عندك شكل معين تبدأ ان انت ترفعه ويبدأ ان هو يخلي لك الشكل الموجود معاك السبيس اهوت، وتبدأ تعمل بابلش بحيث ان هو من الموبايل يبقى موجود. فده augmented reality بالذكاء الاصطناعي، هيعمل لك شخصية افاتار تفضل انها موجودة معاك. تبدأ تعمل وصف للشخصية اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له كرييت افاتار، فيديك الكود دوت بحيث ان انت لما تعمل له مسح بالموبايل يبدأ الشخصية تظهر معاك. انا فعلا عملت لها مسح الموبايل، واسيبكم تعمل برضو مسح زي ما انت عايز من خلال برنامج QR، تمام. هيبدأ يظهر معاك الشخصية بحيث ان انت تقدر وانت في اي مكان تقدر تخلي الشخصية دي تبقى متواجدة معاك في مكان. ممكن تختارها بقى شخصية انت، يعني مثلا حاجة من المصريين القدماء، حاجة كده، وتبدأ انها تخليك تتحرك وتمشي معاك في قلب المكان.